او لفه. اهم عديتي من اللغم. الحمد لله. اطمني. قالوا بعد فتره من القطيعه يعني ان انت اغريتي بنتك دي عشان ترجع تعيش معاكي تاني. ايه حقيقه الكلام ده؟ كيف يعني اغريت؟ ما هي اصلا يعني بين يعني ما هي عايشه بين بيني وبين بيا. اصلا تيا صارت كبيره يعني، وهلا هي عندي بالبيت يعني عادي بنتي هيدي. لا بيقولوا ان انت يعني حاولتي بشتى الطرق ان انت تجذبيها تاني ليكي تبقى معاكي انت اكتر فتره اكبر. ليكي بصي، لما بتصير ب 18 وبصير بحق لها هي تختار شو بدها تعمل، انا هون ما بقى بقدر اتدخل. يعني جمعه بيا جمعه عندي، جمعتين عند بيا جمعتين عندي، ما عندي مشكل بالعكس براحتها. اكيد نفسي اعرف نوال كأم عامله ازاي. أنا كتير حنونة وكتير بهتم، وآخر شيء بينزعجوا قد ما بهتم فيهم. تقعدي معاهم تتكلمي معاهم بتناقشي معاهم؟ كتير بقعد معهم، بنحضر فيلم، بنحكي، بعمل لهم أكل. يعني على طول سوا. هي دماغها رايحة فين؟ يعني بتحب الغنى، بتحب التمثيل، فاشن. شوف اللفة.